طيب نطلع الان على الجين والفيز بلوت. احنا بنفكر بالستابيليتي. هاي عندي اوميجا. خلي هاي الوحدة هون ثيتا. الوحدة هاي راح تكون هلا هون في اهم مهم جدا انه هذا الاكسس ينطبق على هذا الاكسس مش هيك؟ فالفريكونسي اللي هون هي نفس الفريكونسي اللي هون، لانه شو راح ابدا اعمل الان؟ راح ابدا انزل خط من هون واقارنه بالنقطه اللي موجوده هون، لاني عمالي بقول في نفس اللحظه على نفس الفريكونسي ايش الجين وايش الفيز. فراح نيجي نرسم هذه مثلا هي عندي، هلا بهموني خطين هون مهمين. الخط الزيرو دي بي مهم هون، لانه الزيرو دي بي ايش بتناسب مع ايش؟ من ناحيه الجين مع واحد. ففوق راح يكون بوزيتيف امبليفيكيشن، تحته راح يكون اتينيويشن. اذا بدكم ارسموا هون نكتب الكلمه هون هيو امبليفيكيشن اكبر من واحد وهون اتينيويشن اصغر من واحد. مضبوط؟ هاي نقطه كريتيكال. والنقطه الثانيه اللي كريتيكال هي ال 180 درجه اللي موجوده هون. راح ارسم الان فيز وجين بلوت تخيلي، فراح افترض هذا هون بينزل محل ما هذا بيقطع الزيرو. هاي نقطه مهمه. هاي النقطة راح نسميها gain crossover frequency. GCF هاي نقطة مهمة، وهاي النقطة اللي عندها الجين بتحول من ايش؟ من amplification لاتنيويشن، بروح كون بوزيتيف قبلها وبصير بعدها نيجاتيف، وهاي الفريكونسي مهمة، هاي اللي هي سميناها GCF. وبدي انزلها وبعدين راح اعمل بلوت للفيز. وخليني افترض الفيز هون، انا اخترت هذا السيستم ستيبل من البدايه، اوبن لوب ستيبل. هاي النقطه كمان مهمه، راح نسميها فيز كروس اوفر فريكونسي، وراح ارفعها كمان هون النقطه هاي. الان راح نرسم بلون مختلف الخطين هذول اللي نشأوا عندهم. هذا عندي هذا الطول مهم، وهذا الطول رح نبدا الان نحكي عن relative stability مش absolute stability. احنا لما كنا نحكي بالاول بالراوث مثلا اقول انه عندي السيستم هذا خلص يا stable يا unstable، مش هذا كان الجواب؟ ما في جواب ثاني، ما فيش شيء تقول لي قديش تقريبا انا ستيبل، قديش الستابيليتي كويسه ولا مش كويسه. هون راح نحكي عن ريلاتيف ستابيليتي، يعني ريلاتيف ستابيليتي يعني ماشي انا ستيبل، بس يعني قديش انا بعيد عن الخطر. اوكي ماشي. اللي ممكن تفكر فيها بالاس دومين مثلا، لو انت ضليتك تزيد كي ولقيت قيمه كي هون بعدين بعدت شوي، المارجن تبعك مش كبير، بس ما كناش نستعملها، ما في قياس، ما في مقياس لها. اوكي، هون راح نحكي عن شيء اسمه كمصمم هذا بهمني، ليش بهمني اعرف الريلاتيف ستابيليتي؟ لانه مشان ديستربنس، يعني لو جاني ديستربنس ماشي روبست، روبستنس بدي السيستم يكون روبست مش هيك؟ ليش؟ لانه ممكن انا فرضت اشياء معينه ضليت ازيد كي، احنا بنحب نزيد كي بشكل عام مش هيك؟ دائما الجين، ليش بنحب نزيد عاده كي بشكل عام؟ اي كنترول سيستم لما بسكره بحط بروبورشنال كنترول، بحب اضل ازيد البروبورشنال كنترولر، ليش؟ لانه بحسن لي الرايز تايم، بخفف ستيدي ستيتس. كقاعده عامه عاده احنا في الكنترول سيستمز بنحب الجين يكون اعلى ما يمكن، بس مشكلتي انا الجين لما ببدا بزيده شو بعمل بهذا الخط؟ رح يرتفع هذا الخط لفوق. مزبوط. اذا ضربت في كي شو بصير بهذا الخط؟ بتحرك لفوق بمقدار قديش؟ كم دي بي بيرتفع لفوق اذا ضربت في كي؟ 20 لوج كي.
مظبوط 20 لوكي راح يرتفع هذا الخط، فكل ما انا بضرب بجين راح الاقي هذا الخط انعمل له شيفت لفوق، شيفت لفوق ما انضرب بس انعمل له شيفت لفوق، مظبوط. بس الخطر عاده لما بزيد كي شو في خطوره انه يصير السيستم عندي انستيبل. فانا حابب ازيد كي بس كمان بنفس الوقت بدي اخلي مارجن، مارجن بالعربي يعني هامش، بدي احط هامش بيني وبين الستابيليتي. فباجي بقول انا ككنترول سيستم ديزاينر بدي هامش يكون معين كذا درجه قبل ما ابدا اوصل الانستابيليتي. طلع هلا على الرقمين على الخطين هذول، في عندي هذا الخط الاحمر مهم، ايش بقابل هذا الخط الاحمر عند اي نقطه صار؟ عند نقطه الناقص 180. اذا هذا الشرط هون بهمني اعرفه، ايش بهمني لما انا بعرف انه هلا الزاويه الفيس شيفت ناقص 180 شو لازم يكون الجين تبعي؟ اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ ولا واحد اقل من واحد؟ بقديش اقل من واحد؟ هي الخط الاحمر. اذا هذا شو بنسميه؟ هذا هامش، مش هذا هامش؟ هذا الهامش بنسميه جين مارجن. يعني انا تركت هامش لنفسي، ما بدي اكون في منطقه الخطر. فجيت قلت هذا ايش وحده الجين مارجن لازم تكون؟ دي بي. اوكي، فباجي بقول انا عند النقطه هاي وضعي كويس، عند نقطه الناقص 180 انا بدي اكون بعيد عن الواحد، واحد بالجين يعني بالدي بي زيرو، بدي اكون اقل منه، بدي عندي اتينيويشن. فانا لو عندي الفريكونسي هاي اللي هي البي سي اف بالراديان مزبوط، هي في هاي اللحظه بتلاقي انه الشيفت تبعها ناقص 180 وراح يجيها ناقص 180 ثاني من النيجاتيف فيدباك، بس الجين عند هاي النقطه مثلا ناقص 20 دي بي، فالمارجن تبعتي 20 دي بي. انا بعيد 20 دي بي مثلا فرضا اكزامبل هون، انا بعيد 20 دي بي عن منطقه الخطر. وانا كديزاينر احنا الشركه الفلانيه شركه اي بي سي كل الديزاينز تبعتنا نتوخى يكون فيها ستابيليتي مارجن، الجين مارجن عشان الستابيليتي 20 دي بي. ما بصير ديزاين يطلع من هذا المصنع اللي يكون فيه الجين مارجن 20 دي بي. اوكي، بطلنا نحكي بس عن ستابيليتي، صرنا اذكى من هيك، صرنا نحكي عن ريليتيف ستابيليتي. تمام، طيب نيجي على الثاني هون نطلع. طب انا هون عندي الجين لما يكون واحد يعني بالدي بي زيرو، ايش لازم يكون بعيد عن مين؟ ايش اللي بخوفني عند النقطة هاي؟ هلا الجين واحد نفس الفيز، ايش لازم يكون؟ بديش هاي يكون ناقص 180، فبدي اكون بعيد عن الناقص 180. قديش انا بعيد عن الناقص 180؟ بعيد بشكل ممتاز. انا هون وانا هون تقريبا هاي قول مثلا هاي 60 تقريبا، هاي ناقص 60، وانا بديش اوصل ايش؟ لسه قديش الجين مارجن عفوا الفيز مارجن تبعتي؟ 120. نكتبها بالازرق زي هذي، هاي ناقص 120 درجة. إذا في هاي الحالة بنقول الفيز مارجن تبعتي، هلا ما بحطها بالنيجاتيف، أنا عم بقول أنا بعيد 120 درجة، بدي أعمل ديلي كمان 120 درجة حتى أوصل ناقص 180، فبنقول الـ الجين مارجن تبعتي 120 ديجريز، والفيز مارجن تبعتي الجين مارجن عفوا طلعت معنا هي بعرف 20، خلينا نحطها هون هي 20 40، خلينا نقول مثلا 40 دي بي بالحالة. هذا اتس ا جود ديزاين. طيب هل بقدر ازيد كي؟ بقدر، بس بدي انتبه ازيد كي بحيث اني ما اتجاوزش المارجن تبعتي. فرضا نفترض احنا كشركه حطينا ستاندرد تبعنا مثلا بدنا اياه يكون لازم يكون اقل من عفوا اكبر من 20 دي بي. إذا أنا قديش بقدر أرفع هذا الخط؟ 20 دي بي. إذا قديش الجين اللي مسموح لي؟ 20 دي بي. إذا بقدر أصمم كنترولر يكون الجين فيها 20 دي بي، ولسه 20 دي بي راح أرتفع من هون لهون، فالخط تبعي الآن راح يرتفع تقريبا هيك، فالخط الجديد راح يصير بهذا الشكل. وين راح يصير عندي هلا؟ راح يصير عندي هاي الجين مارجن، ضل عندي جين مارجن من هون عند الناقص 180 هالقد، طبعا مين راح يتغير كمان؟ تغير الفيز مارجن، لازم اتاكد انه الفيز مارجن عندي هون، لانه الفيز مارجن وين صارت هلا؟ هيها هاي لما رفعته مش صارت هاي النقطة الجديدة تبعت الجي سي اف؟ بطلت هاي، لانه هون بقطع الزيرو، بدي انزل واتاكد انه ايش؟ نزلت طبعا الجين مارجن تبعي، قديش تقريبا تتوقعوا؟ فيها 60؟ ما بتوصل 60 يمكن، ممكن توصل 60، تقريبا هون عندي 60 ديجري، فباجي بقول كمان الفيز مارجن تبعتي كتصميم كمصمم مثلا انا بصر انه تكون عندي اكبر من 60 درجه بالحاله هاي. اذا هون انا
حطيت ستاندردز معينه ونفذتها. اذا كي ما بصير يكون عندي اكبر من 20 دي بي. 20 دي بي اذا بحوله لجين شو بيطلع معي؟ جذر التنين مش هيك 1.44. والله خذ لوج جذر التنين واضرب في 20. ثلاثة. اذا انا غلطان. اذا قديش لازم تكون اذا 20 دي بي؟ طيب خذ اذا 20 دي بي 20 على 20 10 اسف 10. اذا الجين لازم يكون عندي 10 مضبوط؟ مش 10 بتطلع مضبوط؟ هي عندي هون. فمسموح لي انا الجين تبعي يزيد بمقدار 10 لانه 10 على 10 1. عفوا 10 على 1 10 لوج ال 10 1 في 20 20 دي بي. اذا انا في الكنترولر تبعتي مسموح لي ازيد كي لحد 10 اضربها في 10 حتى اخفف من وبطلع هون عندي انه الجين مارجن تبعي والفيز مارجن تبعي بالحدود اللي مطلوبه.